طبعا اكيد يعني البطوله كبيره زي دي اي حد بيلعبها بيبقى هدفه ان هو يكسبها، وسبيشلي ان انا يعني عندي طموحات كثيره لنفسي وباكسبكت كثير قوي من نفسي، فان شاء الله اقدر افوز بالرقم. بلعب ضد رقم 2 على العالم بس بطلت العالم 6 مرات، فده حاجه يعني طبعا شرف ليا ان اكون بلعب معاها في الملعب مباراه هتبقى قويه. هي عندها طموحات للبطوله دي وانا عندي طموحات للبطوله دي، كل واحد بيلعب وعايز يكسب لهدف، فكل واحد طبعا بيبقى عنده التشالنج بتاعته، ويعني اللي بيقدر يمسك اعصابه ويلعب احسن اليوم ده هو اللي بيعرف يتفوق. يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا هدي نفسي اكلم نفسي بس اللعب، وممكن اخد ثانيتين ثلاثه كده مثلا انشف وشي بالفوطه عشان اتنفس يعني واحاول اهدي نفسي، بس طبعا احنا متعودين على الحاجات دي، ف يعني مع الوقت والخبره الواحد بيعرف يتعامل الحالات دي يعني.